اي حاجه غير شي غدا ناقصه ولا غدا شي شويه ماشي هي هذيك خصنا ندخلوا باش نردوها في السكه الصحيحه. هذا هو الدور ديالي ان شاء الله. سي عزيز، بالنسبه للاعبين اللي كيشوفوا عليهم فريق الرجاء الرياضي حاليا، واش كتشوفهم من المنظور ديالك التقني قادرين انهم يمشيو بعيد هذا الموسم في جميع المنافسات؟ اش غادي نقول لك، اللاعبين اللي كاينين كل واحد راه كيشوفهم، راه لان الرجوين راه ما كتخفى عليهم حتى شي حاجه، راه كيعرفوا المستوى، لان دوزوا لعابه كبار، دوزوا لعابه متوسطين، دوزوا لعابه شي شويه، وراه عندهم واحد الفكره على الافكتيف، الافكتيف راه يمكن غادي يزيد يتحسن، يمكن يتحسن بالاطار اللي غادي يجي ولا غادي التدريب اللي غتكون، فهمتي، يمكن يتحسنوا لان خاصهم شي شويه ديال 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 التايمينغ في اللعب ديالهم. وقتاش يلعب ضربه، وقتاش خصو يشد الكره، وقتاش يلعب على اليسر، وقتاش يلعب الوسط، فهمتي، خاص دي كوريكسيون سو لو بلون تكتيك يكونوا، وغادي يكون للفريق ان شاء الله. مقيت الا قلنا نحطوا المباراه اليوم بحال هكا، والمباراه ديال اليوم نعطيوها 6 على 10. أولا تشكر الناس اللي وراء هذه المسألة ديال جيل فرق الرجاء، وتشكر الرئيس على هذا، لأن دار واحد الخطوة اللي يعني كل شيء كان باغي على جمهور الرجاء يثبتوا، والمستقبل يثبتهم، فأنا خصني نكون